ضيوفنا عملية تبادل عدول تنفيذ في السي بي بين النادي البنزرتي والمسير السابق في الفريق بسام الزواوي. باش ناخذ الاسباب والتفاصيل وشنو هي الحكايه بالضبط مع عند المسير السابق في النادي البنزرتي بسام الزواوي. سي بسام اهلا بك. مرحبا سلام ومرحبا بجميع مستمعيك اكسبريس اف ام. مرحبا بك سي بسام. شنو هي الحكايه باهي سي بسام؟ كنت تسمع فيا برامو. باهي هي مش تبادل عضو المنافسه بيني انا شخصيا، هي مع بين النادي البنزرتي وبين الشركه اللي انا الوكيل نتاعها، هي معناتها تبيع مستلزمات رياضيه وتمثل الماركات المزود نتاع الملابس نتاع السي ا بي هكا ولا؟ بالضبط. هو في الاصل عندنا عقد على موسمين، معناتها يوفى في جوان 2021 ونورمالمون في العاده انه يكمل في الوقت، وكل واحد من حقه انه من بعد يعاود ولا ما يحاولش. هذا معناتها كما نقولوا واحد ينفع ويستنفع، معناتها مش بشنكر مانيش عامل مزيه، معناتها نخدموا على روايحنا ونختار فرق وكل عام نتعاملوا معاهم. ونادي البنزرتي كوم الناس الكل تعرف لي انا مسير سابق ومحب للجمعيه، دونك مستعد ديما باش نمد يدي ونعاون في النقطه هذه اللي نجم نعاون فيها. هذا كله عادي، معناتها حتى اي عبد ينجم يفسخ العقد حد ما يجبر، ولكن فما تبعات نتاع فسخ العقد وفما ظروف ودنيا الكل. حد لهنا ما فما حد شيء معناتها غير عادي، لكن بتتر كما قلت انت اللي مش عادي انه بعد ما بدينا الليفريو في الفريق الموسم هذايا 3 ايام من بعد يجينا عاد المنفذ تنبيه، معناتها اخر ما نجم نقول عليه انه يحب كوم كوا يلبسنا غلطه باش يتخلاو على العقد هذايا. دونك احنا من شهرتنا كنا اوبليجي باش نجاوبوا، وريناهم النقاط الكل اللي ما فما حتى اشكال في السونس اللي لوجوا عليه هما. كيف كيف عاودوا جاوبونا مره اخرى وعطاونا 48 ساعه باش نعطيوهم المستلزمات نتاع الموسم هذايا. هزينا المستلزمات الكل وهزينا عاد المنفذ معنا ومشينا للمقر النادي وما لقينا حد، واتصلت حتى بسي محمد نوار اللي هو المدير الاداري وكلمني قال لي درجوا ونجي وبحذاك، ومن بعد عاود كلمته ما جاش اش بيك؟ قال راهو قالوا له ما عندوش ما ينجمش يتصرف وما ينجمش يجي يتسلم الملابس هذم. دونك استنينا نص ساعه ساعه ما جا حد، مشينا على رواحنا وعلى المنفذ عنده عمل معاينه واثبت هذا الكل. ستي نهار الجمعه اللي فات هذايا اخرتها، بعد نهار السبت الصباح يعاود يجينا عاد المنافس الثالث يقول راهو نملوكم 24 ساعة وكان ما تجيبوناش تبش، الوركو احنا قبل بنهار كنا غادي وجبنا كل شيء. عاودنا رجعنا نهار السبت راسات لي ل 12 ونص ل 12 تاع النهار بريتو، قعدنا حتى ل 12 ونص عاودنا هزينا المستلزمات مرة أخرى وقعدنا نستناو غادي وما لا حياة اللي ما انتم نادي فما حتى حد. ومن بعد في العشية معناتها تفاجأنا بال ولو هي مش مفاجأة لينا على خاطر نعلم من المدة اللي فما اتصالات مع شركة أخرى وعندي عليها فكرة، لكن العشية هبطوا الأزياء الأخرى، دونك حتى المهلة اللي عطاوهالنا ما استناوهاش هما، معناتها هبطوا وراوا لي عندهم ملابس أخرى. احنا نقولوا إن شاء الله معناتها ما عندناش إشكال في هذا، لكن كل واحد يتحمل المسؤولية نتاعه. هذه الشركة أنا صحيح وكيل نتاعها وشريك فيها، لكن عندي شركاء آخرين كيما نخدموا باش معناتها باش نلبسوا فرق كيما باش ندافعوا على حقوقها، دونك كل واحد يتحمل المسؤوليه نتاعو. هذا اختيار نتاعهم نحترموه، لكن حتى احنا باش ندافعوا على حق الشركه سيرتو اللي يعطينا ما قيمته السنه 40,000 دينار معناتها ملابس في التسبقه الاولانيه. هو من الاول علاش كانت الملابس علاش مشاو ملابس ناقصين من الاول؟ هو اصل الاشكال هذا علاش؟ لا مش ناقص هو الملابس اسلام، هو في العقد لليفريزون يصيروا بار ترونش. اول حاجه الجمعيات كي تبدا السيزون معناتها تعرف لي ليفيكتيف ماهوش واقف، دونك لي تاي ما يبداوش واضحين من الاول. احنا الورقه البوند كوموند اللي فيه الجوارات وليفيكتيف ولي تاي جاتنا في اخر اكتوبر، وعاودوا من بعد بدوا غيروها في اول نوفمبر. دونك احنا عطيناهم ديجا قبل الوقت، معناتها الموسم تعرف انت الموسم الفرد صار فيه حاجات اكسبسيونيل اللي هما سيزون وقفت ومن بعد رجعت باش يتم نهايه الموسم، ومن بعدها قد قالوا كانت بريفيو تريف نتاع جمعه
ومن بعد ترجع البطوله في الموسم الجديد. دونك وقتها اتصل بيا رئيس النادي وقال لي احنا عندنا توا البريباراسيون تاعنا، اعطيونا الملابس نتاع لونترينمون توا خاطر مش نعملوا بريباراسيون اخرى. وسبقنا لهم من وقتها معناتها من جوان بدينا سبقنا كل ما هو ملابس تدريبات نتاع صيفيه، عطيناهم تبشهم الكل وترناه وعملوا ستاج نتاعهم الكل. ومن بعد كي صار التعطيلات والكوفيد وكل وعاود تبدلت الرزنامه، دونك خلطنا لهم في نوفمبر وكذا، كان مع الاتفاق مع سي نبيل عنتر معناتها اللي كان هو لاهي وقتها، وفرنا لهم ملابس التدريبات الشتويه معناتها اللي كوي لي ديميزيب هذوكم الكل عطيناهم هاكم، وتفاهمنا الاسبوع اللي من بعد باش نكملوا لهم كل قبل ما تبدا البطوله كل ما هو تونيو نتاع مقابلات وباراد وكل شيء. علما اني راهو جوست نقطه سلام في بدايه معناتها الموسم الفارط معناتها اللي هما يلوموا عليه في حاجات. الموسم الفارط السي بي غيرت كنت تعرف 5 و6 مرات المدرب الستاف تكنيك نتاعها، وما لقريسا كلنا كل مره رغم انه مش في العقد اعطيناهم وما قلناش لا. السي بي سيروها 3 هيئات، الهيئه نتاع عبد السلام في اول الموسم، ومن بعد جات هيئه التسريه تاع سمير يعقوب، وكي جاوا ما لقاوش حاجات وناقصين وعاودنا زودناهم، وبعدهم هما جا السي سعيد الاسود ولايه الدعم في اخر الموسم، وكيف كيف هو بيدو السي سعيد عنده حتى تسجيلات يشكر احنا وقفنا وعاودنا عطينا، خاطر كل مره ماناش عارفين وين يضيعوا الازياء والدنيا الكل، دونك ليفرينيهم. دونك بالنسبه لهذايا صحيح يمكن فما بعض ليزارتيكل خذوا اقل شويه من 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 الكوتا، ولكن تزاو الكل معناتها، وهذا في العقد موجود معناتها ديما ليفريزون يتعاملوا بار ترونش، وتعرف النادي يعمل انتدابات في وسط الواحد، نزيدوا حاجات تتبدل حاجات، دونك حاجه عاديه وموجوده في العقد ماهيش خارجه على العقد. والسنه بدينا دونك عطينا هذوكم وكنا حاضرين باش نكملوا الباقي، دايوغ الباش نتاعهم موجود وعندنا في اوراق وحتى الاوراق اللي بيال نتاعو كل شيء موجود معناتها. وين تنجم توصل الاشكاليه هذه سي بسام باش تتطور امور قضاء نتصور؟ كان احنا يدينا محلوله، كان فما يحبوا يخلصوا اللي خذوه مرحبا، اذا ما فماش تمشي للقضاء. انا ما نجمش نعطيه احنا كشريكه مستلزمات رياضيه، نعطيك ما قيمته 40000 دينار اللي وصلوا توا خذاوه معناتها هما، وعندنا فيهم لي بون دي بريزون على لي ديشارج نتاعهم، وبعد تلعب انت ماركه اخرى، دونك ماهوش معقول ما تحب تلعب ماركه اخرى من حقك، لكن اموها تفي بالواحد نتاعك وتخلص. وهو في العقد فما فصل يقول في الريزيليسيون يقول تخلص الضعف نتاع اللي خذيته، معناتها خذيت 40 تخلص 80، لكن بون انا تعرف جمعيتي اذا هما يديهم ممدوده وحبوا يبدلوا ومستعدين يخلصوا انا حاجه لاميابل ما عنديش اشكال، لكن اديفو باش نكونوا نمشيو للقضاء وكل واحد ياخذ حقه. تخافش يلوموا عليك شويه؟ علما اني نزيد حتى نقطه اخرى، راهو في اول الموسم هذايا معناتها قبل ما تبدا البريباراسيون جديده اتصلت بسي نبيل عنتر وقلت له راني احنا مستعدين نكملوا، صحيح صار خلاف بيني شخصي ولا مع رئيس النادي، لكن هذا ما عنده حتى علاقه بين الشركه والنادي الرياضي بن زرتي، وانا ما عنديش ما نخلطش بين هذا وهذا. لكن كان انتم تراوا مصطلح انكم تغيروا على حسب التصريحات اللي سمعتها راهو ما فماش اشكال، تعملوا مطلب ونقبلوه لكم معناتها ما فماش اشكال. فقالوا لي لا، رجع لي وقال لي لا نحبوا نعملوا فسخ لاميابل. قلت انا راني ما نحبش نفسخ، معناتها علاش تحبوا تلبسوني انا نحب نفسخ ومن بعد نعرف تخرج خلينا بالوعود نتاعنا الكل، اذا تحبوا تفسخوا تعملوا مطلب وانا مستعد نوافق لكم عليه، معناتها فما حتى اشكال، هذا معمول به معناتها في العقود وكل شيء. ما حبوش انا نفسخوا، قال لي من بعد لا باهي نكملوا فما حتى اشكال وعلاش نتجاوزوا وكل شيء. كي كملنا ليفرينا 3 أيام بعد جانا العد منافس. ما تخافش تتطور يلوم عليك شويه حبايب سي بي سي بسام على حكايه القضيه والقضاء تولي هكا مطالب بفلوس؟ والله انا اول حاجه وكيل بشركه لازم ندافع على حقوق، صحيح انا بدي محب ومعناتها ماذا بيا سي بي اليوم مش في حاجه للشيء هذا، لكن هذا مش اختيار نتاعي انا، هذا هذه الهيئه هي اللي اختارت الطريقه هذه، وكل واحد معناتها يعرف اروح على ايش قادم معناتها. مش معقول زاد نوفروا ملابس وبعد نلقاو احنا معناتها حتى النادي يلعب حاجه اخرى، ساشون كو العقد هذايا راهو كله هيبه معناتها ما فيه حتى لا دفوعات لا حتى شيء لا حتى اوبليغاسيون داشا ما فيهش معناتها ما نجبروهم حتى شيء، كله في قالب هيبه معناتها النادي بن زرت ما باش يدفع حتى شيء.
ما هوش مطالب باش يدفع حد شيء. دونك اكثر من هكا باش نعملوا من بعد باش ندافعوا على حقي باش يلوموني با باش نقول لك معناتها ما الغالب ساعه ساعه تعمل حاجات اللي انت صحيح من داخل ماكش حاببها، لكن هذه خدمه معناتها هذه حاجه بروفيسيونيل تتعدى نطاق امور شخصيه معناتها. تعتبر ردة فعل من رئيس النادي والهيئه تجاه اللي صار بيناتكم في السيف؟ مش نعتبرها انا ما نمشيش بالاعتبار، لكن باش نقول حاجه بتاتر وصديقي ان شاء الله يسامحني، انا مش نقول شكون، واتصل بيا صديق مشترك بيني وبين رئيس النادي وقال لي راه رئيس النادي طلب مني باش نتدخل باش تعملوا فسخ الاميابل خاطر هما باش يلعبوا بماركه اخرى، وقلت سبب معناتها انا مش مشكل نجم نتفاهموا معطيني سبب مقنع علاش معناتها شنو هو اللي فما. قال لي الجمله باش نعاودها بالضبط، قال لي راهو قال لي انت تدخلت في حاجات ما تعنيكش. شنو هما الحاجات ما تعنينيش؟ هما اني بتاتر قدمت روحي للهيئه التسييريه، دونك اكيد هذا الريبونس اللي جاتني مش معناتها مش تخميناتي انا معناتها. واضح. يعطيك الصحه، شكرا لك سي بسام. غير مزيا، مرحبا. دونك كان هذا بسام الزواوي المسير السابق في النادي البنزرتي، واللي كان في وقت من الاوقات يطمح لقياده السي بي بعد انسحاب عبد السلام السعداني. تطور الخلاف بينه وبين الهيئه واصبح تبادل العدول المنفذين الخاص بالشركه نتاع مزود الملابس التابعه لبسام الزواوي اللي تخدم مع السي بي. موزيكا ثم فلاش بويس وبعد مكملين في فير بلاي حتى المطلع ونص.